بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلبتي طلبة الصف الثاني عشر لمادة تاريخ الأردن، وها نحن في الأسبوع الرابع نلتقي للحديث عن الراية الأردنية وشعار المملكة الأردنية الهاشمية. نقول طلابي بأنه تعد الراية الأردنية رمز العزة القومية وعنوان السيادة والحرية ورمز كرامة المواطن التي تستحق التضحية في سبيلها. وقد استمدت الراية الأردنية بصورتها الحالية من راية الثورة العربية التي انطلقت من مكة. هنا سؤال يأتينا: من أين استمدت الراية الأردنية التي أمامك الصورة التي بها بألوانها بالنجمة الثمانية أو النجمة السباعية والمثلث الأحمر؟ هي استمدتها من راية الثورة العربية الكبرى. متى وقعت الثورة العربية الكبرى؟ وقعت الثورة العربية الكبرى عام 1916. هذا من الأسئلة المهمة في الامتحان الوزاري للضع دائرة. الألوان أمامك طالبي: اللون الأسود، الأبيض، الأخضر، كل واحد منها له رمزية. وهذا عادة يأتي سؤال في الامتحان الوزاري: ما هي رمزية الأسود؟ إلى ماذا يرمز الأبيض؟ إلى ماذا يرمز الأخضر؟ إلى ماذا يرمز الأحمر؟ وأي الدول اتخذت هذا اللون؟ على سبيل المثال نقول الأسود هو رمز العقاب وهي راية الرسول، اتخذتها الدولة الفاطمية العباسية. الأبيض رمز راية الدولة الأموية. الأخضر رمز راية آل البيت واتخذتها الدولة الفاطمية. الأحمر راية الأسرة الهاشمية وترمز النجمة السباعية. في المنتصف الذي أمامك هذه النجمة البيضاء والمثلث الأحمر إلى السبع المثان، وهي فاتحة الكتاب القرآن الكريم وهي سورة الفاتحة. إذا ما انتقلنا للحديث عن شعار المملكة الأردنية التي أمامك بموشح بالمملكة الأردنية الهاشمية وزارة التربية والتعليم، يكون أولاً يعتليه التاج الملكي يعلوه رأس الحربة ويرمز إلى نظام الحكم، ومن ثم الوشاح الأحمر على طرفيه ويمثل العرش الهاشمي، ومن ثم الرايتين ويمثل راية الثورة العربية الكبرى على جانبيه، وطير العقاب في الوسط وهو يمثل القوة والبأس، والكرة الأرضية وهي ترمز إلى انتشار الإسلام وحضارته، الأسلحة العربية التي أمامك والسنابل الذهبية الموجودة في أسفل وسعفة النخيل أسفل الشعار، ووسام النهضة من الدرجة الأولى، والشريط الأصفر مكتوب عليه في الجهة اليمنى عكس الناظر له عبد الله الثاني ابن الحسين بن عون، وفي الوسط ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفي الجهة اليسرى عكس الناظر له الراجي من الله التوفيق والعون. هذا طلابي مجمل الحديث عن الراية العربية، الراية الأردنية، شعار المملكة الأردنية الهاشمية ودلالاته. على أمل اللقاء بكم بحول الله عز وجل في درس جديد من دروس مادة تاريخ الأردن. دمتم برعاية الله.